الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من ملاعب الابطال. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما مبسوطين ودايما في افضل حال، وباذن الله يا رب العيد الجاي نكون متخطيين فيروس كورونا على خير وعلى سلام، ومطمنين على نفسكم وعلى حبايبكم، ان شاء الله كلنا دايما نبقى في احسن صحه واحسن حال. الحقيقه النهارده في الحلقه معايا حاجات كتير جدا واخبار كتير، ولكن عايزه ابتدي الحلقه في حاجة مهمة جدا، يعني بدأ العد التنازلي ليها ولازم نركز عليها بشكل كبير جدا. من النهاردة نعد 68 يوم لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية اللي المفروض إقامتها هتكون في طوكيو في اليابان، واللي تم تأجيلها من السنة اللي فاتت لو تتذكروا معايا عشان فيروس كورونا، وتحدد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية يوم 23 يوليو، يعني الشهر اللي بعد الجاي. كلام كتير جدا منتشر في جميع الصحف العالمية وكالات الأنباء كمان عن إن هل هتقام دورة الألعاب الأولمبية في ميعادها ولا هيتم تأجيلها. وكل لما بيطلع خبر في اليابان بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أو مع كل نتيجة استفتاء بيعمله أي موقع إلكتروني ياباني أو صحيفة يابانية، بنلاقي أخبار وتقارير عن احتمالية تأجيل الأولمبياد. أكيد كل الأخبار دي والتقارير دي اللي بتنتشر بيكون ليها تأثير على استعدادات اللاعبين وتركيزهم. الكل بالتأكيد بيتابع الأخبار وبيتابع الأخبار أول بأول كده، لأن كل لاعب وكل مدرب وكل مسؤول في اتحاد عايز يعرف إيه اللي هيحصل، هل في أولمبياد ولا لا. أنا بقى عندي تخوف تاني خالص، أنا عندي تخوف أن ممكن تكون الأخبار دي ليها علاقة بالتأثير على استعدادات اللاعبين وتدريبهم في الفترة اللي احنا فيها دي. الوقت اللي باقي زي ما قلت لحضراتكم مش كبير، 68 يوم مدة قصيرة جدا. لو انت بتفكر ان انت طبعا لاعب يستعد للأولمبياد، بنستعد للأولمبياد من الأولمبياد للأولمبياد، ده لما يبقى فيه لاعب بيستعد لبطولة. مدة قصيرة جدا عشان لاعب يخرج من تركيزه، نرجع نرجعه تاني للتركيز او الاستعدادات. ده المفروض التوقيت الحالي هي المرحلة الاخيرة من ان احنا نستعد او لاعبينا يستعدوا، يعني المفروض الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي تبقى تجارب ودية، ان انت توصل باللاعب بتاعك لمرحلة بدنية معينة او مرحلة التأكيد على تصحيح اكيد الاخطاء اللي ممكن يكون كان اللاعب اللي انت مسؤول عنه بيقع فيها الفترة اللي فاتت. دي مرحلة نهائية. لما تكون المرحلة النهائية بتتزامن مع أخبار احتمال تأجيل أولمبياد أو حالة القلق دلوقتي، بيكون ليها تأثير سلبي، بتكون مؤشر سلبي. وهنا دور في الحقيقة المسؤولين في اللجنة الأولمبية المصرية وفي الاتحادات ولجان المنتخبات كمان داخل الاتحادات، وكمان دور الأجهزة الفنية لهم دور طبعا مهم جدا، إن أنت تحافظ طول الوقت على تركيز اللعيبة دي واستعدادهم، وان كل الاخبار المنتشره دي ملهاش علاقه بالاستعداد. لازم طول الوقت اللعيبه اللي عندك تبقى فوكس ومركزين جدا ان احنا رايحين الاولمبياد، مش مشاركه مشرفه، لا احنا رايحين عشان ميداليه، مش مجرد انك تشارك وبس، لا انت رايح حاطط تارجت ليك عشان ميداليه. أنا بدأت الحلقة بالكلام ده لأن احنا طبعا يعني خدنا أجازة العيد وكنا بعيد شوية عن حضراتكم، ولكن بالفعل العد التنازلي بدأ. دايما بنقول إن دور التجهيز النفسي أو الطبيب النفسي هي المرحلة اللي احنا فيها دي أهم حاجة. تجهز اللعيبة بتاعتك، ده تجهيز مهم جدا، مراحل بيكون فيها الموضوع ده مهم جدا، والمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي أو المرحلة المهمة دي محتاجة ده، محتاجة انك تجهز اللعيبة نفسيا، محتاجة انك تأهلهم. وفي الحقيقة يعني عندي اقتراح كده على اللجنة الأولمبية المصرية، ان ده دورها في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، لازم يستعينوا بمتخصصين نفسيين عشان تقدر ان انت تأهل وتجهز لعيبتك في الفترة الحالية، وده هيكون خطوة مهمة جدا في المرحلة دي ان احنا فيها، والعايزة تركيز كبير جدا، وانك توجه اللاعب بتاعك للتركيز على المنافسات والميداليات كمان، وان يتجاهل اي حاجه بتحصل حواليه، عنده هدف واحد. اللي احنا فيه دلوقتي ده مهم جدا، وزي ما قلت لحضراتكم الوقت اللي احنا فيه مهم، ولازم نركز او اللعيبه توجه تركيز
بتاعها على إقامة الأولمبيات من عدمه ده مش مهم، ولكن طول الوقت إنك تبقى مركز وبتستعد وبتتدرب على ميدالية وبتكسر رقمك وبتشوف الأخطاء اللي أنت وقعت فيها عشان تتخطى بيها كل اللي فات. فكرة بقى إقامة الأولمبيات من عدم إقامتها أنت ما تشغلش بالك بالموضوع ده خالص وما تركزش عليه، ولازم التأهيل النفسي يشتغل الفترة دي بشكل كبير جدا، ونبتدي في التجهيز والاستعداد بس عشان عندنا هدف واحد هو ميدالية في أولمبياد طوكيو بإذن الله. يا رب إن شاء الله أكتر من ميدالية، أكيد عندنا مش عشم، عندنا أمل وعندنا طموح وعارفين منتخباتنا بتشتغل إزاي كويس جدا، وعندنا أكتر من أمل في أكتر من منتخب وأكتر من ميدالية بإذنك يا رب. النهاردة ضيف حلقتنا هيكون معانا الكابتن عمرو عاشور المدير الفني لفريق السيدات لكرة السلة بنادي سبورتينج. الحقيقة طبعا هو بطل دوري سوبر السلة للموسم الحالي بعد نتائج مميزة جدا ومشوار أكتر من رائع في البطولة. نعرف منه كمان وهو قدر في الحقيقة في النهاية أنه يحقق لقب غالي على حساب فريق كبير طبعا زي النادي الأهلي لكرة السلة سيدات. عندنا كلام كتير جدا وتفاصيل كتير أكيد النهاردة هنعرفها من ضيفنا.